ريام، انت شو طلعتي بملامح صار لك يومين ثلاثه تشوفيها لليلى وبتعرفيها وهي صديقه الوالد؟ صديقه الوالد فئه بابا. فئه بابا. هلا بعد شوي لسه هشام كفارني حنجيب سيرتك بعد شوي حنقطعك انت والعيله، بس هلا شو طلعتي بملامح عنها، يعني عناوين رئيسيه عنها؟ أول شيء عن جد يعني روحة شباب أكثر مننا أكثر مني عن جد، طاقة إيجابية وصدق وعفوية. أنا كثير مبسوطة بهالكم ساعة اللي قضيناها. أنتوا التنتين خريجتين معهد، بس أنت من الأوائل وهي طبعا من جيل الأواخر. شو الفرق بين جيلهم وجيلكم كمعاناة؟ نحن عانينا أكثر بعتقد. ليه؟ كنتوا قلال، أنتوا كم واحد كنتوا تاخذوا كل الأدوار؟ ما كان في غير تلفزيون واحد. ايه لا انا قصدي بالمعهد. هني هلا 60,000 واحد عاد يحصلوا هن. ايه بدراسه المعهد لا نحن تعذبنا اكثر. ايه دراسه المعهد هلا صارت اسهل. لا والله نحن تعذبنا اكثر. لا 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 والله. إيه؟ لا انا لاقول لك ليش. انا المعهد على ايامي كان بيدمر البلد، وانا كنت ساكنه باول طريق جرمانه، وما كان في مواصلات تاخذنا وتجيبنا. هذه معاناتك الشخصيه، مو معاناتك هي لا معاناه. والمعهد اللي ساكنين بدمر ما عانوا. المعهد كانت كثير بعيده عن الطلاب. لا والله جد عنا شرفك، هي معاناه. انت الثانيه معاناه طبعا بالمعهد كثير. كنا في التزام كثير قوي. دور عمرك وين كان؟ 130 مسلسل. دور عمرك اي واحد لسه غير باب الحاره؟ لا ما اشتغلت لسه دور عمري. لسه ما اشتغلت؟ لا لا لا، كل الادوار اللي انعرضت علي هاي الادوار، يعني بعتبر انه انعرضت علي كانت الموجوده اللي انا المتاحه لي. بتحسي حالك كان لازم يكون مركزك بعد اعلى؟ اكيد اكيد طبعا. صف اول طبعا اكيد، لانه بس انا قصرت بحالي يمكن. انا مين بنات جيلك انت من الممثلات؟ الممثلات مين؟ باللي تخرجت معهم انا. مين هني؟ اعطينا. سوسن ابو عفار، اندريسكا، في المرحوم نضال سيجري. هدول اللي بس ما اشتغلوا بالتلفزيون. خالد تاجمون، زهير العمار. شو؟ لا هي اكبر. لا انا اكبر. انا اكبر. هي قبل. انا من ايام حتشبسوت. فيك تقولي حتشبسوت؟ انا وحتشبسوت كنا سوا ثلاث مرات او خمس مرات على الهواء. حتشبسوت وانا كنا انا وحتشبسوت خمس مرات. أنا وحد شبسوت كنا، أنا وحد شبسوت كنا، أنا وحد شبسوت كنا، شو بيطلع لي؟ بيطلع لك زقفة.